ذا سبين. يوجد بعض الخصائص في بلندر مثل السبين، وميزة السبين اللي ممكن نعمل أي موديل باستخدام فقط إدج واحدة فقط. كيف يتم عمل ذلك؟ ممكن يتم عمل هذه الموديل هذا الشكل، أو ممكن يكون أفجورة. فإذا يتم عمل بلين من الإدج ميرج يوزنج كليك إذن أصبح عندنا هذا الشكل المفترض أن نحركه في الزي أكسس. شيفت سي، هنقول إن الأوبجكت ست أوريجين تو 3D كورسر، ثم نذهب سيلكت أول سبين نفترض تقريبها. اذا احنا في هذا الشكل او في هذا الفيو لف 360 درجة، ممكن نقول ان ده سموث، ثم ممكن اضافة اي سبديفيجن سيرفيس او من غير سبديفيجن سيرفيس. هنضيف ديتيل هذه كانت احدى التيبس او تريكس عن طريق استخدام اسبين. اتمنى يكون هذا مفيد، والى اللقاء في درس قادم.